بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع ملاحظات هامة وسريعة عن نجارة الأسف. التقوية هي القدرة على مقاومة ضغط الخرسانة أثناء الصب. بنلاحظ في الصورة هنا إن تم نحت الكاميرا دي لأن ضغط الخرسانة خلى الجنب بتاع الكاميرا يوسع ويفتح ويسرب الخرسانة، فلذلك تم جلب نحات ونحت الخرسانة الزائدة عن حدودها. طيب في البلاطة بتاعت السقف هنا طبعا ده شكل الديفليكشن اللي موجود هنا، ده مش ضعف الشدة الخشبية لكن ده إلا في الحديد وكله في سمك البلاطة. البلاطة تم تنفيذها بسمك ضعيف وكمان تم وضع حديد تسليح فيها قليل، عشان كده تم ترخيم البلاطة بالشكل ده. طيب يبقى مشاكل الشدة الخشبية بتظهر في وقتها، مشاكل الشدة الخشبية بتظهر في وقتها، لكن بعد فترة ومع الوقت دي بتبقى مشاكل حديد وبتبقى مشاكل في سمك البلاطة. بشكر حضراتكم وبسألكم الدعاء وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.